Bonjour à tous, Azul, comme franco-algérien, pourquoi est-ce si difficile de faire un choix? Je ne suis pas un franco-algérien, je suis un algérien bac. Khalil Ibn Saoud, je ne suis pas un franco-algérien, je suis juste algérien. Hein? Mes enfants sont français, ma femme est française, mais non, je ne suis pas français, non, je suis juste un résident. Je parle de ça. Un candidat soumis par le régime algérien. C'est difficile de faire un choix du côté d'un. Oui, la question elle est intéressante, mais elle vous pose un problème politique à la communauté nationale à l'étranger. Et là, c'est autre chose, on peut en discuter au cours du live, aucun problème. Mais je ne peux pas démarrer le live avec ça, parce qu'il y a eu le discours. Bon, je vais commencer. Awalan, on va le discours. Puis maintenant, il y a une autre question qui est en train de se faire. بصفة رسمية أو إعادة إحياء جبهة القوى الحية لفرنسا فرنسيف دونك جو ني بلو ما عادش عندي الحق نسب ولا يعني نقل الاحترام لأي كان على أساس المثلة تاع قالوا شكون تحب يماك ولا مرت باباك قالوا نحب مرت بابا واللي في القلب في القلب بون والحديث قياس Donc, le barrage, monsieur Tebboune, je ne suis pas président de la République parce que ça, vraiment, ça serait très difficile de dire que je n'ai rien. Monsieur Tebboune, donc le chargé d'affaires du néocolonialisme en Algérie. Yani, il y a un peu d'amal de l'estimation de l'Algérie. Dans cette étape, il y a un peu de mortaillettes, mléha, ou de chouaïj mléha. Mais si vous avez cette année dans le cas, là, مد معطيات اللي حتى في الدوائر التقنية ما كانش هل هي من تخمين راسه ولا معطيات حقيقية كان مثلا ثاني عندهم صاروة تعجبني قال له أشوف كلامك نمنك نشوف عمايلك نستعجب البارح قال حوايج rationnel pour moi c'est rationnel attention ça le mais je suis soutenu fait ouais je rationnel effectivement mais ça mais quand je retape ou la mouhawara avec des journalistes niveau ta insan ni qu'il peut être raïs jumhuria azma al hadid gal un point très important gal le wazara le hukouma بكل جامعيين بصح ما عندهمش خبرة في التسيير ما عليش خلي يخليوها شو المنطق هذا وشي هو المنطق هذا ودوك نولي لي زابيل تاعكم نولي لي كيستيون تاعكم جو سالي تاني اللي تبعونا في فيسبوك كيما هذا كريم كريمو جو تو سالي فاروق يقول لي حركي قلت حركي وي اوفات حركنا احنا حركه يا اوكان بروبليم انت هو الوطني انت هو المربب هذا بول حيا محمد خائن يعطي رايه وي خائن معليش هذوك شوفوا سبوا على رواحكم وما ديرونجي با برك باسكو يا وكنت صرا وكنت صرا تشوفوا ماشي تشوفوا تعيشوا مش جامي تخيلتوا ليسونسيال بون جو نوفيان سوجي حنا في ازمه داخليه والازمه منطقيه يعني مع المغرب مع ليبيا مع النيجر مع المالي مع موريتانيا مع الصحراء الغربيه مع البوركينا فاسو مع السنغال مع الافريق مع العرب مع وازمه عالميه يجي واحد يقول لك معليش الوزراء راح نقيموهم واحد بواحد ونبدلوا نديروا تعديل الله غالب مساكن جامعيين برك حاملين لي ديبلوم فوار بلوس 3 ولا 4 ما يعرفش يسير يا مسيو تبون كيعود الجامعي اللي حامل لي شهادة دكتوراه ويشرف على طلبة يقدموا والله قاعدين يبريباريو في شهادة دكتوراه دي تيزا
ويشرف على المعهد نتاعو ولا الامارات اللي راهو فيها. كيفاه تعطيه العذر انه ما يعرفش يسير؟ كيما وزير التجاره مثلا، كون جا راجل اختي نحيه، وانا رئيس ما نقبلوش نحيه، كون جا راجل اختي نحيه، كون جا خويا نحيه، كون جا ولد عمي نحيه، كون جا ولد خالي نحيه. هذولا سميت لك البريمير سيركل، مي سيتي كاتاستروف. الامر الثاني، الرئيس يحمل قال لك اللوبيات. كي تعود انت رئيس الجمهوريه وعندك اجهزه الشرطه واجهزه الدرك والجمارك والمخابرات باختصاصاتها، وتقول غلبوني اللوبيات، علاه راك رئيس الجمهوريه؟ علاه راك رئيس جمهوريه؟ سلام توفيق توفيق في الفيسبوك، علاه راك رئيس جمهوريه؟ لوبيات هادو شنو هما؟ جماعة التجار كرشهم خارجة خباو شكاير تاع الدقيق في ديبو. أولا لا سبيكولاسيون في الأسواق إما تسمح بها من ناحية الاقتصادية، إما تعلن حالة الطوارئ اي سيتواسيون اكسيبسيونيل اي تو سيزي تو لي دونري اليمونتير. الدولة وحدة تقوم بالتوزيع نتاعهم والبيع نتاعهم، وتمد للتجار مالي لي دونري هادو الدراهم نتاعهم. دونك هنا الخطاب نتاعو امر خطير. البارح قال لكم ايها الشعب الجزائري، لا انا قادر لا الحكومه قادره، ماناش قادرين. قال لكم بعض الدول العظمى فيها كذا وكذا. شوفوا احنا عندنا 40 نوع تعزيت في فرنسا، كاين الكولزا وكاين هذاك اللي فيه اربعه، وكاين تاع المايس، وكاين تاع حنا بصح لا كوميونيتي الجيريان ولا بلي بارت الناس مارفين بالتورنسول. التورنسول تفقد لمدة وقيلة 15 يوم، ماشي تفقد راح، يعني دي زوندرو عندهم دي زوندرو ما عندهمش. دركا راهو كاين، انا وصيت باسكو انا ما نتحركش، وصيت دي زامي يجيبوا لي زيت، انا عندي قريب دوك اللي سلمت فيه انا لا مونتور. باسكو علاه؟ باسكو دي زون كاين فيهم. قال لك قال لكم ثاني بلي رايحين المجاعة، ما قالش الجزائر، قال دول افريقية كثيرة وخاصة افريقيا، او حط روحو معاهم او يبريباري فيكم للمجاعه. بصح المجاعه ما تقيسناش حنا بصح، المجاعه ما تقيسناش. شوف والله غالب الظروف جات مزروبه بزاف، فريمون مزروبه بزاف. كون جا كاين بعض النظر حقيقي، كون في القمح مينيموم في القمح، ما تقيسناش الازمه العالميه.